بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أول شيء، نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وكأن كل من لا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام تمرغ وجهه في التراب. يعني هذا الحديث يعطينا معنى الذل والصغار والحسرة وضياع الكثير من الخير لمن لم يصلي على هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. طبعا لماذا قال النبي ذلك؟ أحبتي في الله، حبيبكم عليه الصلاة والسلام لا يريد منا شيئا، يريد لنا الخير، يريد أن ينفعنا بخير نجده أمامنا يوم لقاء الله. الله عز وجل يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا أمر من الله، وينبغي على المؤمن الذي يدعي أنه يحب الله عز وجل أن يستجيب لأمر الله. طيب متى نصلي على النبي؟ عندما نسمع ذكره. رغم أنف امرئ أو رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، يعني حسرة، ستكون حسرة على كل من يسمع اسم هذا النبي ولا يقول صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني شبيه به أيها الأحبة ولكن أشد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البخيل، هنا تعريف آخر للبخيل. نحن نعلم أن البخيل هو الذي لا ينفق المال، يمسك المال، ولكن هنا تعريف جديد للبخيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. يعني هذا من أقبح أنواع البخل، لأنك أنت لن تخسر شيئا إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو قلت صلى الله عليه وسلم، أو قلت اللهم صل على سيدنا محمد، أي صيغة. المهم أن تصلي على هذا النبي، والصلاة هنا معناها الدعاء أيها الأحبة. يعني أنا أدعو لهذا النبي بالرحمة، أدعو أن يرحمه الله، لأن الله عندما يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني الله كيف يصلي على النبي؟ يرحمه ويهديه ويدعو له، يعني بمعنى أن الله عز وجل ينزل عليه من رحماته، يتلطف به، يجعل أتباعه كثيرون جدا. يعني الصلاة لها معاني كثيرة أيها الأحبة: الرحمة والمودة واللطف، وفيها استجابة الدعاء أيضا. لذلك الصلاة على النبي هي نوع من أنواع الدعاء. يعني أنا أقول: يا رب ارحم هذا النبي وارحمنا معه لأننا نقتدي به. طبعا هنا أيها الأحبة أحاديث كثيرة تؤكد أن الله عز وجل يرد روح النبي كلما سلم عليه أحد أو صلى عليه أحد فيرد عليه السلام. يعني أنا جالس هنا، إذا قلت اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم، حقيقة النبي يسمعني ويعلم أني ذكرته. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنني ذكرته فيرد علي السلام. يعني اليوم أحبتي في الله، مثال بسيط فقط، يعني أحدنا يتمنى أن يسلم على شخص غني ذو سلطة ذو شهرة معينة، يتمنى أن ويفتخر يقول فلان رد علي السلام. طب كيف بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ فإذا النبي يعرفني ويعرفك أخي الحبيب،
وهذا من إعجاز النبوة، لأن هذا النبي هو رسول رب العالمين، الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى أعطى لهذا النبي معجزات كثيرة جدا في حياته، أهمها أنه بلغنا القرآن، وأهمها أنه بدأ برجل واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد المسلمين اليوم 2 مليار تقريبا. إذن النبي نجح في دعوته، نصره الله، ونحن اليوم نستفيد من هذه التعاليم. أنا ما الذي يدريني الحق من الباطل؟ ما الذي يدريني بموضوع الطهارة مثلا؟ أنا تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يدريني أن هذه الفواحش محرمة؟ ما الذي يدريني أن هذا الخمر هو أم الخبائث؟ ما الذي يدريني أن الربا حرام ومدمر؟ طب كل هذه الأشياء من الذي علمنا إياها؟ النبي. طبعا النبي علمه ربه سبحانه وتعالى، ولكن لولا هذا النبي نحن من أين سنعلم؟ فعلى الأقل نرد جزءا من كرم هذا النبي وجميل هذا النبي، ويعني المعروف الذي صنعه معنا هذا النبي الكريم، نرد له يعني شيء بسيط، أقل شيء كلمة نقول صلى الله عليه وسلم. حقيقة أيها الأحبة، من الأحاديث التي تجعلني متفائلا جدا هذا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري. عند المقام الشريف هناك ملك، ما مهمته أيها الأحبة؟ فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك، يعني هذا الملك موجود عند مقام النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، يبلغ هذا النبي كلما إنسان ذكر هذا النبي وصلى عليه وسلم عليه، قال لي ذلك الملك، ماذا قال للنبي؟ يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. طيب يعني تخيل أخي الحبيب أن صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم أنك تذكر عند النبي، تذكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ملك وكله الله لهذه المهمة. وطبعا الملك ليس مثلي ومثلكم أيها الأحبة، يعني اليوم نحن نستطيع أن، قد يقول قائل يعني كيف يرد النبي أو كيف يبلغه مليارات السلامات في أو الصلوات في نفس اللحظة؟ انظر أخي الحبيب، اليوم عصر التكنولوجيا الرقمية، شركة جوجل مثلا يعني تستطيع أن ترسل تريليونات البيانات، ليس مليارات، تريليونات في الثانية، ترسل معلومات كثيرة لجهة واحدة وخلال ثانية واحدة. فإذا القضية ليست مستغربة، والله لا يعجز أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام سلام أمته. لذلك كلما صليت على النبي اعلم أن هذا النبي يذكرك، فيعني إحساس جميل جدا طبعا أيها الأحبة. يوم الجمعة أخي الحبيب يجب أن تتذكر أن هذا اليوم بالذات فيه بركة، هو عيد للمسلمين. الصلاة التي تصليها على النبي تضاعف 10 أضعاف، يعني أنت عندما تدعو لهذا النبي بالرحمة الله يرحمك 10 أضعاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة أيضا، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه 10. والله تعالى يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. طيب
من منكم يحب أن يكون قريبا من هذا النبي يوم القيامة؟ يعني نحن هنا في الدنيا نتمنى أن نرى مقام النبي، مجرد رؤية. طيب، يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في ذلك اليوم هل هناك أجمل من أن تكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تكون مع صحابته الكرام، مع آل بيته، مع النبيين؟ القضية بسيطة، أكثر من الصلاة والسلام على هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، يعني كلما صليت أكثر كلما ذكرك هذا النبي أكثر، وكلما تنزلت عليك رحمة الله أكثر. وثق تماما أخي الحبيب أنك أينما كنت صلاتك تبلغ هذا النبي بالاسم، تبلغه بالاسم، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. لذلك فعلا الذي لا يصلي على النبي إنسان تعيس، يفقد الكثير من الخير. الحقيقة أيها الأحبة، قد يعترض بعض المشككين، يعني ما فائدة الصلاة على النبي؟ أخي الحبيب، هذا النبي هو المثل الأعلى بالنسبة لنا. لماذا؟ لأنه مثل في التواضع. أشد الناس تواضعا على الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا أحد يشك فيه، حتى الملحدين لا يشكون في هذا الكلام. أكثر الناس أو أحسن الناس أخلاقا هو النبي، أكثر الناس صبرا هو النبي، أكثر إنسان عامل أزواجه باحترام وبتقدير ومعاملة حسنة هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هو الوحيد طبعا باستثناء الأنبياء الذي لم يشتم ولم يلعن ولم يسئ ولم يتكلم بكلمة فيها نميمة، كلمة واحدة. من منا اليوم، من منا لا يتكلم بالنميمة ولو شيء بسيط، ولو بكلمة؟ من منا لا ينتابه شيء من الغرور أحيانا؟ النبي كان أشد الناس تواضعا، فهو القائل من تواضع لله رفعه الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس حلما لحظة الغضب، لم يكن يغضب إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. والسيرة مليئة ب يعني أحداث تؤكد أن هذا النبي لم يكن يغضب لشيء من أمور الدنيا. آذوه وتحدثوا عليه بسوء وتآمروا على قتله وفعلوا كل شيء، ماذا كان رد فعل هذا النبي؟ عفى عنهم، أكرمهم، ودعا لهم بالخير. يعني حتى المخالفين له في الدين والعقيدة وكذا، اليهود والنصارى، أكرمهم ولم يؤذي أحدا. فهذا النبي هو مثال يجب أن نقتدي به أيها الأحبة. فطيب أنا كيف أقتدي بالنبي؟ أحتاج أن أتذكره باستمرار. كيف أتذكر النبي؟ من خلال الصلاة والسلام عليه. يعني أنت عندما تكون في مجلس مثلا ويعني تحاول أن تغير الحديث، اليوم معظم الناس يتحدثون على أمور تافهة، أمور اجتماعية وسياسية واقتصادية ومشاكل وكوارث وغلاء وكذا، هذا معظم حديث الناس. حاول أثناء المجلس أخي الحبيب أن تذكر هؤلاء الناس بحديث نبوي، حديث يعني أحاديث النبي كثيرة جدا، آلاف. حاول أن تذكرهم بخلق من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام.
عندما صبر على أذى المشركين، عندما بلغنا هذا الكتاب العظيم ولم ييأس من روح الله، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، كم بحاجة نحن اليوم أن نتذكر هذه الكلمات. وعندما نتذكرها يجب أن نتذكر صبر النبي والحلم الذي كان لدى النبي والصبر، فنصلي عليه ونقول صلى الله عليه وسلم. فهذه الصلاة تذكرنا بخصائص هذا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أخي الحبيب، ملخص هذا اللقاء أن الصلاة على النبي هي إزالة للهموم، وهذا الكلام لا يشعر به إلا لا تشعر به حتى تطبقه. عندما تجلس وتكون مهموما، هناك ضيق في العيش، ضيق في الحياة بشكل عام، تشعر بالضيق في الصدر، حاول أن تقول اللهم صلي على سيدنا محمد 100 مرة مثلا، أو 10 مرات، أي رقم يعني، كلما أكثرت كلما كان أفضل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، فكلما صليت أكثر تقربت أكثر من هذا النبي. حاول أن تعالج همومك بالصلاة على النبي، حاول أن يعني تعالج مشكلة تتعرض لها أنت الآن، حاول أن تعالجها بالصلاة على النبي. وتذكر دائما أن كل حرف تنطق به لك به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وأن النبي يذكرك، وأن الملك يذكرك للنبي، يقول إن فلان ابن فلان يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. فأنت كلما صليت على النبي ذكرت عند هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وتذكر دائما هذه الآية العظيمة التي قال الله فيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.